انا اسمي فاطمة ام خالد. كنت ابني عنده 10 شهور خالد. كنت رايحة اجيب لهم اكل حضرتك. مشاجرة ما بين عيلتين في الشارع، اتضرب علينا نار. ابوه طبعا اتصلت بيه من الشغل، جه مصدوم من منظر ابنه. كان غرقان في دمه. وحضرتك انا اصطبت في عينيا وفي ظهري وفي دماغي، ولسه ما فيش بلي طلع مني لحد دلوقتي. وابني توفى، ما لحقتش اروح من المستشفى اصلا، كان مات. على ما جيت اروح بالمستشفى كان قطع نفس، كان مات، كان مش فيه نفس اصلا. وابني تعب يعني. انا ما راح انا حضرتك انا خارجه من البيت اللي انا استخبيت فيه من ضرب النار، كان ميت، ما كانش فيه نفس. الواد ما بيعيطش، ما بيصرخش، ما بيعملش اي حاجه. راح ضحيت شويه بلطجيه، هما اتخانقوا، هما اتصابوا وخرجوا بقوا زي الفل. انا ابني اللي مات بقى، واحنا ملناش طرف، ملناش ذنب في الخناقه، احنا ملناش في الخناقه اصلا. دلوقتي احنا بقينا عايشين في رعب. ابني لما اتضرب بالنار ما قالش يا ماما، ما صرخش، ما لحقش يقول كلمه ياما اصلا، ما قالها ليش. راح 10 شهور. كنت بتمنى من الدنيا، وكنت كان نفسي يبقى حاجه. بابا شغال في مصنع غزل، تمام. فيعني ما بنامش من ساعه الواقعه دي، انا ما بنامش، متخيله قدامي هو الدم في دماغه وعند حاجبه، طب بليتين جايين في دماغه، متخيله لسه منظره، متخيله منظره بالدم كده. ما بنامش طول الليل، صاحيه مش عارفه انام، انام ازاي وهو مش جنبي. مش مع كنت بحسس كده الاقيه، كنت بدور على ايدي بلاقيه، اخش هنا اروح الاقيه، دلوقتي انا ما بلاقيهوش. عندي ضحى بقالها من ساعه ما اخوها توفى ما بتاكلش، ما بتشربش، عياط. كام سنه؟ سنتين. كل شويه تقول لي اخويا خالد فين، خالد فين يا بطه، خالد راح فين. انا مش هيلعب معايا، ستها حضرتك جايبه لها كوره، جايبه لها كوره امبارح، تقول لي انا العب بيها انا وخالد. انا هروح له عند اللي انتوا قفلتوا فيه الباب اللي اتقفل عليه، وانا هروح العب معاه كوره. ان شاء الله يجيبوه، يجيبوا لخالد حقه اللي عمل في ابني كده، ان شاء الله يجيبوا لي حقي منه، حقه مني.